هوروسكوب. هوروسكوب مع داليا برعايه جوزيف معلوف وفير سبا استيتيك. برج الحمل بيوعدك اليوم بتقدم مهني او حتى اجتماعي، وبتزدهر عمليه التواصل مع الزملاء، وبتكون العلاقات كتير ممتازة. ما تتصرف بأنانية مع الشريك لأنه من شأنه ترك أثار سلبية، فكون حذر. برج الثور بتوصلك معلومات جديدة عن طريق بعض الأشخاص النافذين، الأمر اللي بيجلب لك المساعدة الخفية. بيكون التفاؤل عنوان اليوم مع الشريك، والسبب بيعود للظروف الإيجابية اللي عم بتدفي الأجواء. برج الجوزاء بتقدم أفضل ما عندك لتكون مشاريعك ناجحة، وما بتقلل من بذل الجهود الحثيثة، وسرعان ما بتحصل على جايزة كبيرة. صبور أيها الجوزاء على مشاكلك العاطفية، لأنه سرعان ما بتستعيد ثقة الحبيب، وبتعود الأمور لمجاريها الطبيعية بل وأفضل. برج السرطان بتميل للانفتاح على كل الأمور الجديدة من ثقافات وحضارات، ومن الممكن أنك تفكر بالانتقال لبلد آخر. تلقى على عاتقك الكثير من المسؤوليات العائلية الصعبة، ولكن من غيرك بيعرف كيف يتعامل معها. برج الأسد بخيم مناخ من الثقة والانسجام، وكأنك قطعت سباق طويل ومضني، وبتطالب اليوم بالمكافأة والدعم وبتحصل عليهم. عاطفيا بتميل للتغيير والتقدم، وبتساعدك الظروف، وبتكون واثق من نفسك. برج العذراء بتتابع التقدم المهني، وبتتخطى العثرات اللي بتعترض طريقك، والفضل بيعود لأسرارك على المثابرة والنجاح. برافو. بينصحك الفلك بالاستفادة من عروض السفر المخفضة، وأقوم برحلة برفقة الشريك للاستراحة من ضغوطات العمل. برج الميزان تتفوق بكل الأمور اللي بتقوم فيها اليوم، وبتشعر بالإبداع، وببشرك بالتقدم والإنجازات. ما في أي داعي لإثارة النقاشات الحادة، بل حاول إطفاء جو لطيف وحميم برفقة حبيب القلب. برج العقرب تنتصر بمعاركك، وبتتوفر لك مشاريع مهمة شرط حسن الاختيار. بتفيد حيوية وإشراء، وما بتخشى من المنافسات العاطفية، فالشريك مغروم وما شايف قدامه حدا غيرك. برج القوس بيكون درب النجاح سهل وسريع، وبتتحمس للمشاركة بمجال غامض أو حتى مجهول. بيوعدك اليوم بارتياح عاطفي وبمصالحة عائلية، وبتبدأ ملامح التغيير، فما في أي داعي للخوف. برج الجدي بتكون على موعد مع مكافأة أو نجاح كبير، وبتشعر بالثقة بالنفس. بتتقرب من الشريك أكثر من المعتاد، الأمر اللي بيخليه يشعر بالطمأنينة اللي كان عم يفتقدها. برج الدلو بيلاحقك الحظ وين ما اتجهت وكيف ما اتجهت على الصعيد المهني، شرط المثابرة وعدم التكاسل. عاطفيا ابحث عن السبب الحقيقي لتصرفات الشريك الأخيرة، وبتلاقي إنك السبب الأساسي. برج الحوت بتكون الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت السعيدة، وبالأخص بسبب التبدلات الكتيرة اللي بتلوح بالأفق. أما بخصوص القلب، فبيسهل عليك اتخاذ القرارات لجهة المصالحة وتلطيف الأجواء مع الشريك. مع برج الحوت منكون وصلنا لختام فقرتنا اليومية. موعدنا سوا بيتجدد من التنين للجمعة بنفس الوقت. أما من هلأ لوقتها فبترككم بالخير. باي باي. هوروسكوب برعاية جوزيف معلوف كوافير سبا استيتيك 450-934-9888.